وقوف على كل صغيرة وكبيرة في موسم الرياض. نعم. أخرج لنا تحفة فنية داخل الملعب وخارج الملعب بمشاركة الفن والفنانين الكبيرين المتواجدين في أرضية الملعب. شكرا لأمر ثاني. نعم، تركي آل الشيخ أوجد تحفة داخلها تحفة داخلها تحفة داخلها تحفة، يعني تتعدد المصطلحات والمسميات والمحصلة أنك تكون دائما في سعادة بشكل كبير جدا. محمد، جرت العادة أن مباريات الهلال والنصر مهما كانت دوري كاس هي تكون مباراة مفتوحة، يعني شوف فيها أهداف كثير، هذا في المباريات الرسمية، فما بالك في المباريات الودية اليوم؟ صحيح، مباراة النصر بالذات في النهائي، يعني نذكر من نهائي البطولة العربية، النصر كان كمستوى فني أو كلاعبين حضورهم داخل الملعب أفضل وجاهزية من مباراة الدوري. ممكن أنا أحمل المباراة الثانية لطريقة اللعب وأسلوب اللعب اللي بدأ لطلبه من اللاعبين داخل الملعب مباراة الدوري. نعم. حكم أن الهلال بدأ فيها. مساء الخير ومساء النور زميلي طارق الحماد. أصدقائي المشاهدين، بعد فن الاستعراض، استعراض الفن هنا على معشب الأخضر لاستاد المملكة أرينا في لقاء القطبين، لقاء ديربي الرياض بين الهلال بادي بقوة، تمشي كرة عن طريق روبن نيفيز، خطيرة بالرأس، ترجع من تاليسكا، هذه كرة للفريق الهلالي، الانطلاق خطيرة، فرصة على الهدف الأول يضيع، مسات الإمكانية، مسات الكرة، خطيرة الهلال، يسيطر مع البدايات، تدقوته في الأطراف، ينطلق كما يشتهي سالم، ينطلق الدوسري خطورة، الدوسري عرضية، وممتازة من راغد النجار. و44 مليون باليوروات للفريق النصراوي. نيمار هو الأغلى 45 مليون يورو، وكريستيانو زعيم النصر ب 30 مليون. أول انذارات دوري روشا، ترجع الكرة عن طريق سعود، سعود يمشي بالشهيل، يلعب مع واحد اثنين، يهرب عبد الحميد على اليمين، سعود عبد الحميد يخرج كرة خطيرة جدا، والهدف الأول للهلال، 1-0 للهلال عن طريق ألكساندر ميتروفيتش أو لا سافيتش ميلانكوفيتش. القادمون من الخلف، ميلانكوفيتش يسجل الأهداف ويغير واجهته ووجه البطولة من النصر إلى أيادي الهلال. حاليا الهلال بطل كاس موسم الرياض بالواحد صفر، 1-0 عن طريق ميلانكوفيتش، 1-0 للسرب، اللاعب السربي ب 47 مباراة دولية يسجل أهدافه، اللاعب السابق في أولمبيكو روما مع البيانكو تشيليستي لاتسيو. شوف الانطلاق الآخر في قلب الدفاع، فرصة للثنائية الهلالية، خطيرة العرضية، والثاني قريب، والحارس يتعملق، ممتاز، برافو راغد، راغد النجار يفسخ الهدف، راغد النجار يمنع الثاني للفريق الهلالي. رونالدو، الهلال خطيرة من الأطراف، كرة من اليسار يتقدم فيها الدوسري، حتى الكرة بنفس الطريقة ملعوبة، واحدة اثنين، يعاني في هذه الفترة، دقائق صعبة على الفريق النصراوي، كانت كرة ممتازة وكرة ملعوبة لتسجيل ثاني الأهداف. الميدان، كرة الهلال، يضغط بروزوفيتش وفي خط على بروزوفيتش، الديربي المثير بين البلي وبين مارسيلو بروزوفيتش، ورقة صفراء لصاحب القميص الأصفر مارسيلو بروزوفيتش. أغلط، فرصة للثاني خطيرة، مراوغة أولى، هربة ثانية، تسديدة ثالثة، يتصدى الدفاع، يتصدى التلاسة، أخطاء فرد في اليسار، يدخل كرة العمق، يمشي كريستيانو لعباته، رونالدو يضغط ويمس الكرة على البلي، البلي بالرأس للحارس ياسين بونو، حارس اللي فاز مارتين مع اشبيليا مع الكبالي مالكوم، مشكل كبير في العمق الدفاعي، وفرصة للثاني والهدف الثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، سالم، سالم يا سالم، سالم يا سالم، الدوسري يا سالم، يا روبرتو يا مانشيني،
قتلت لما لعبت في العمق، وخسرت قوة هجومية ضاربة لما لعبت في العمق، وخسرت السعودية لأنه سالم لعبش مكانه. سالم الدوسري الهربة، سالم الدوسري ينطلق ويمر ويعبر ويسجل ثاني أهداف المواجهة هنا في استاد الأرينا. 2 الهلال 0 النصر. نصف ساعة كبيرة جدا من الفريق الأزرق، مشكل كبير في دفاع النصر، يعاني من الأطراف ويعاني كرات العمق. شوف باللمسة واحدة مالكوم ممتاز، طلب الكرة يا رب الدوسري، يصبح من جناح راس حربة، يحط اللوب، يرى الحارس متقدم راغد النجار، يرغب الفريق الهلالي. الأزرق يتقدم، الدوسري يلعب كرة عرضية خطيرة جدا، فرصة للثلاثية والهدف الثالث، فرصة للثلاثية والهدف الثالث، ولكن أوفسايد. الراية تنقذ النصر، مش ممكن على الكرة، فرصة كبيرة وكرة ملعوبة بامتياز، كرة هلالية لفت ودارت والتفت بدفاعات النصر وكان الهدف الثالث. هنا أوتافيو يحكي على خطأ، شوف الانطلاقة، شوف السرعة، هنا فماش تسلل. النصر يكون في الشوط الثاني بيسوء الشوط الأول، يمشي تاليسكا والجول، تاليسكا والجول، الدبابة يحاول والصراع مع العمود، مع العمود كوليبالي، كوليبالي كاليدو ضد تاليسكا، كانت كرة الأمل، كرة الفتح للمباراة من جهة فرصة، آخر كرة، آخر لقطة، كرة رونالدو والجول، رونالدو والجول، رونالدو والجول، مش ممكن ضاعت مارتين. نوف سايد، فرصة كبيرة ضاعت على الدون. السير 7 كاد يسجل ثالث أهدافه في الهلال وأول أهدافه في مواجهات المحلية اللوكال، وكاد يشعل فتيل الديربي بمناسبة دارجة. كرة خطيرة مرة أخرى، مشكل العمق ومشكل الجناح والأطراف والحارس في ظهر الدفاع مرة أخرى، وصعود وخطيرة ويتصدى دفاع وممكن الحارس يتألق، هي ويارب الدوسري للثلاثية. سالم 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 سالم، مش ممكن، أنت بطل يا راغد، أنت بطل يا راغد، النجار يمنع ثلاثية للتاريخ عن طريق سالم. سالم يحب يسجل هدف أنطولوجي، هدف أسطوري، يتلاعب بالدفاع. نباس للفريق الهلالي بالرأس، خطيرة، فرصة والهدف الثالث، ولكن أوفسايد. تسلل واضح على الهجوم الهلالي، الأخطاء ما زالت تتكرر وبنفس الصياغة وبنفس الصيغة. شوف الكرة، راغد يلعب كرة طويلة وفي خطا ضد تاليسكا، فاول على تاليسكا واحتجاج من كريستيانو رونالدو وورقة صفراء، انذار على كريستيانو. يحاول سالم وفي كرة ستعود للفريق النصراوي، هذا علي لجامي الدولي في المنتخب السعودي، في إصابة إن شاء الله لاباس بالنسبة لسيدير بالرياض. يضغط الفريق النصراوي، فرصة كبيرة وياسين بونو مرة أولى وكرة ثانية والهدف يضيع. النصر خطير، ما فعله الهلال في الشوط الأول بصدد صناعته النصراوية في الشوط الثاني. قلت لكم أن النصر سيرد الفعل، لم ينتهي ديربي الرياض بعد. شوف الخطا في الدفاع، شوف أوتافيو في الضغط، شوف ساديو، حوار الماما افريكا اللي كنت مرشحه يكون فينال فريمين كوفيتش، يدخل الهجوم، يلعب عرضية لسالم، سالم التسديدة والدفاع يتدخل، تدخل قوي من الدفاع النصراوي. النصر ما عادش يلعب الان، ما يعطيكش مساحات الان، يقاتلون على كل كرة. يرجع بالكرة بروزوفيتش على اليسار، اليسار فارغ، اليسار فارغ، يرجع في اليمين والكرة تمشي على تسلل. أوفسايد على ساديو ماني. ترجع الكرة للهلال ورا من ميشيل، محاولة على لابورت، يبعد يشوط والحارس يتألق العملاق راغد النجار رجل المباراة من جهة هذا. أوتافيو، أوتافيو حلوة، رونالدو، مش ممكن، كريستيانو، كريستيانو يجهز نفسه لآسيا ويحاول من خلال ديربي الرياض أن يستعيد العافية والبريق
وحساسية التسديد بعد توقف كورة من بروزوفيتش ممتازة. أوه مش ممكن مش ممكن، مراوغة والهدف الذي يفتح المباراة. ثلاثة، ضاع الهدف، يطالبون بتسلل. والعب الكورة، ألعب الكورة، كيف ضاعت هذه الكورة؟ تسلل من عداب، كرة ممتاز، تدرج بالكرة بامتياز، والكرة في الوسط، تاليسكا ومرت سلام. بعض السمكة بتطلع بالغلة، مرة تطلع ملطوشة، مرة تطلع وكلة بالغلة وبالعجينة دي من المايات بتاعتنا. بس برضو كلام فاضي يا جماعة. احنا ان شاء الله بأمر الله هننزل لحضراتكم كم عرض كده عند ابو عمر في المكان اللي هو الياباني. هنروح بكرة ان شاء الله، ايه الناس اللي هي غاوية عدة ياباني، هننزل لهم هنصور لهم كم عرض. وبالنسبة للجراب ده يا جماعة، الناس اللي بتسألني عليه، الجراب ده انا كنت جايبه من عند الحاج بدر من حوالي سنتين. الجراب ده من حوالي سنتين من عند عم بدر، ما اعرفش موجود دلوقتي ولا لا. كان ب 300 جنيه يا مين، ما اعرفش دلوقتي 3 سنين بقى ولا سنتين، ما اعرفش هو موجود ولا لا. طبعا احنا ايه كنا بنصطاد بريق بغله زي ما حضراتكم شايفين اهي قدامنا، اهي قدامك الغله اهي والخضره اهي. وكنت جايب خضره نظيفه والله، وغله حلوه ومظبط نفسي وعجينه. ما هم برضو الثلاث اربع سمكات اللي بيطلعوا الصغيرين دول، وهي ده حال السمك يا جماعه. يعني الناس اليومين دول تكن شويه، واللي عنده فرصه يروح صرف المزارع يروح، لان صرف المزارع لو يومين حر بياكل. والارزاق على الله، احنا بنجتهد وبنطلع وبنسعى، والارزاق على الله. ولو في فيديوهات سمك عملناها ان شاء الله في صرف المزارع في خلال الاسبوع ده هتشوفوه على جهاز عدتك. الجراب ده هو هاته ان شاء الله يا جماعه خير بامر الله، خير، ربنا ما بينساش حد. بس احنا ايه نستنى شويه ان شاء الله بامر الله تعالى هتفرج هتبقى بالغله قريبه تخش علينا، المايه الجديده تنزل، الرمه تشتغل. برضو الصياد بيطلع وخلاص. انا انت لو بصيتوا على المصرف تلاقي 200 صياد، والارزاق على الله. شوفوا على خير يا جماعه، وان شاء الله بامر الله تعالى على جهاز عدتك هتشوف الفيديوهات كامله صيد سمك.